بما يسمى عيد المولد، وهم يزعمون أنهم يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك يا جماعة أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من صميم الدين ومن صميم الإيمان، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وحب النبي عليه الصلاة والسلام هو الإيمان وهو الدين. ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولكن الحب ذاته كيف للرسول عليه الصلاة والسلام؟ احنا ثبتنا انه واجب على المؤمن انه لابد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحبه كيف؟ ده هنا الناس بيختلفوا بعدها. كل الناس متفقين انه لازم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نحبه كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى ورانا نحبه كيف. كيف تحب الله وكيف تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو انت بتحب الله بتحب الرسول، لو بتحب الرسول تحب ربنا. ربنا قال: قل ان كنتم تحبون الله، يعني والرسول برضو تحبه كيف؟ ربنا قال: فاتبعوني، يعني اتبعوا الرسول، لا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني المحبة الصحيحة والطريقة الصحيحة لحبك لله ولحبك للرسول صلى الله عليه وسلم إنك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تتبعه؟ تتبعه بأربع حاجات. الفقهاء والعلماء قالوا بأربع حاجات. الحاجة الأولى تصديقه فيما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبر أي خبر؟ قال في جنة، إحنا ما شفنا جنة، لكن الرسول قال لنا صلى الله عليه وسلم نصدق طوال، ما نقول والله ولكن وما، لا نصدق طوال. قال في نار يوم القيامة نصدق، قال في يوم قيامة نصدق، قال بيحصل كده نصدق. ده واحد. نمرة اثنين طاعته فيما أمر. قال وحدوا الله، أتدري ما حق الله على العباد يا معاذ؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اثنين تصلي لله، تصوم تزكي تحج لله، تطيع في الأوامر الأمرك لها النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم أمر أمرنا به والنبي عليه الصلاة والسلام التوحيد والإيمان والعقيدة، ده أعظم أمر قبل الصلاة بالمناسبة. لأنه زول بيصلي وما عنده عقيدة في ربنا، عقيدته في زول تاني، في أحد تاني غير ربنا، كان صالح كان ولي كان نبي ذاته، أنت بتعتقد فيه أنه بيخلق وينزل المطر وبيدي الجنة وبيدي الذرية، أنت صلاة ما عندك بالمناسبة، ما في صلاة. حتى لو بيصلي بالجنة ما عندك أي صلاة، صلاتك باطلة حابطة، صيام ما في، حابط باطل، زكاة ما في، حج ما في، بر والدين، وضو، كله ما في، حابط. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أي عمل تعمله أنت إذا أشركت بالله عملك ده حابط، كان صلاة كان صيام كان غيره، حابط ما في يعني. وربنا سبحانه وتعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كيف طيب الإنسان يكون عقيدته بيزول عقيدته ما في الله؟ في ناس زي ديل أي في زول تلقاه كاتب في اللوري حقه يا فلان مدد، أو كاتب بالجنبة يا شيخ فلان أو يا سيدي فلان. اللي بيسوي كده ده كافر كب، ما عنده صلاة ولا صيام ولا زكاة. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام، والناس بيقولوا بنحب النبي، طيب ده كلامه تحبه، أسمع كلامه،
النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. انتهى الموضوع. أي زول يقول يا استغيث بالشيوخ وبالفقراء والأسياد والمشايخ وما يستغيث بالله ده بيمشي النار. وربنا سماه كافر في القرآن، قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يعني شنو لا برهان له به؟ العلماء قالوا أي زول بيدعو مع الله إله باطل ده ما عنده دليل وما عنده حجة وفي أي مناظرة بيتغلب إلا إذا كان صاحب الحق زول دلوك ساكت خلاص. الله قال لا برهان له، فأي زول على باطل ما عنده برهان ما عنده دليل حجته ضعيفة ما عنده حجة ذاته. ربنا قال فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال البدعو غير الله كافر. ده مثال لأنه في ناس عندهم آلهة غير الله وعندهم عقيدة في غير ربنا يستغيثوا بالقبب والميتين والشيوخ ويتبركوا بقببهم يطوفوا بيها ويحلب بشيخه كباب يحلب بشيخه صادق. ممكن يحلب بها الله كذاب لكن شيخه ده ما يحلب به، لو صادق ذاته يخاف ما يحلب. هسه يعني احنا الان جايين من المحكمة عندنا قضية واحد صوفي رابع فينا قضية فارغة ساكت كذب كله. المهم الزول القاعد برا عمك يعني حارس المحكمة دي شغال فيها قال 34 سنة 34 سنة قال شغال هنا. قال لي انا بحكي لك قصة حصلت لنا في المحكمة دي. قال يا ابو واحد تابع لو تحسونا صوفي ومختصم معاه واحد مش شاكلين لهم في حاجه. فالقاضي لا انا مش عشان ما يصفر. فالقاضي شنو؟ القاضي ده يحلف بالله. الشاكي ده قام قال للقاضي قال لا يا مولانا زول ده لو حلفته بالله بيحلف كذب زي حلف بو تحسونا. حلف وقال والله شلتها اعترف يعني لانه جابوا له وتحسونه. عنده وتحسونه اعظم من الله والعياذ بالله في قلب هذا المشرك لانه ده شرك. انت قال الشرك ده الا زول يكون عنده قرون وعيونه حمر. الشرك ده ما عقائد واقوال وافعال. زول لو وقع في اي واحده فيها مشرك مشرك ولا كرامه مشرك مشرك. زول دعا غير الله مشرك. زول يتوكل على غير الله اللي بيسلي حجاب اعتقد انه الحجاب ده بيجيب الرزق اللي هي التميمه بيجيب الرائحه بيحفظه من العين بيحفظه من العقرب من السلاح من السكين ده مشرك. تقول الشرك ده كيف؟ مشركين كتار ماشيين في الواطه دي معانا انت بس ما عارف. بل ربنا قال اغلب الناس مشركين ذاته وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله قال الأكثرية يعني الأغلبية مشركين. يبقى نمرة اثنين طاعته فيما أمر. نمرة ثلاثة ألا يعبد الله إلا بما شرع. يعني ما تعبد الله عز وجل بأي عبادة إلا عبادة كان على ختم من النبي عليه الصلاة والسلام. الآن المولد ده هل عليه ختم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ما فعلوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الشافعي ولا الإمام أحمد كلهم ولا الإمام الشافعي ما في واحد فيهم سواء. طيب ده ما من الدين ما جاي يقول لك لا الرسول صلى الله عليه وسلم والاثنين. أنت قاعد ترقص يوم الاثنين وتاكل حلاوة والرسول صام هسه هسه دي 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 مع بعض واحد كلام ده بيتفق مع بعض؟ كلام كذب ساكت كذب على الناس. مولد كله قلة أدب وصعلقة وبنات عريانات ونسوين عريانات عرفت؟ إلا من رحم الله ومجون وخلاعة وهوس ده حاصل الآن في المولد واختلاط حاصل الآن في المولد.
هل ده ممكن يكون احتفال بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا طاعته فيما أخبر وتصديقه فيما أمر، ثاني شنو؟ ولا يعبد الله إلا بما شرع واجتناب ما نهى عنه وزجر. أي حاجة نهاك عنها النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده آخر كلام هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.